بالنسبة لي أنا سنة أولى، أنا لسه أول سنة والمناسبة جميلة، بس أنا جاية لأنه ليا صديقة مصممة أزياء صغنطوطة اسمها سارة طايل، وأنا كنت اتشرفت بيها في عملت لي حاجات، وكان المفروض المناسبة دي 3 أيام، فأنا قلت لها أنا حاجي يوم المناسبة عشان إحنا بنكمل تصوير قيد عائلي. طبعا هو ده تاني تعامل بعد الأب الروحي مع الأستاذ ريمون مقار وشركة فنون مصر، وتاني تعامل برضو مع المخرج تامر حمزة، اللي أنا سعيدة جدا بتواجدي مع الشركة ومع المخرج. الملحمة الأب الروحي كانت هاني سرحان، الأستاذ محمد رجاء اللي بيكتب المسلسل، لكن كمان الميزة أنه مجموعة ممثلين وممثلات نادرا ما ينفع يتجمعوا مع بعض ويكون ليهم أدوار مميزة. يعني انا بحب اشارك في العمل اللي هو يبقى عمل كويس وليا دور حلو فيه، ولا يبقى عمل كويس وانا ماليش دور، ولا انا يبقى لي دور والعمل مش كويس، فهي تكاملية معينة انا بدور عليها، ولما بتعرض عليا بقبلها على طول بدون قيد ولا شرط، بدون قيد عائلي. انا بالعكس، ده انا اكتر واحده بعمل حفلات خدميه، يعني بيسموها خيريه بس هي حفلات خدميه، عشان حاجه جميله ان انت تغني ويبقى كمان بعد المناسبه في حاجه هدف تاني للمناسبه. وبعمل اغاني بس بتنزل على اليوتيوب الخاص بيا، لانه زي ما انت حضرتك عارف يعني شركات الانتاج بقت مختلفه دلوقتي، يعني ما بقاش فيه الانتاج لانه لازم يتحط قوانين صارمه للاستيلاء عشان المنتج يقدر ينتج برحابة صدر. الحقيقة يعني يعتبر انه من، يعني عيب ان انا اقول عن نفسي كده، بس انا من اكتر الناس اللي قدموا حاجات مختلفة تماما، لان انا قدمت قصايد مثلا من محمد بغدادي الشاعر الكبير الصديق، والحان متنوعة في المسرحيات من الموسيقار عمر خيرت، الموسيقار ياسر عبد الرحمن، استاذ حسن ابو السعود، قدمت اغاني بوب، قدمت اغاني مش شعبي عشان بتتفهم ان شعبي يعني اللون شعبي، لا شديده الخصوصيه والمحليه، لدرجه ان هي بقت زي نشيد وطني اللي هو مش نظره وابتسامه، كل ما حد يشوفني يقول لي عليها، لان الايقاعات بتاعتها شديده الخصوصيه المصريه. يعني غنيت بالفرنساوي قريب في احتفاليه المدارس الفرنسية، يعني بالعكس ده أنا بالذات ما يتقليش بغني، كنت زمان كمان ولا زلت بغني حاجات كلاسيكية قوي، فأنا بتنوع يعني كل ما ألاقي فكرة لايقة عليا بعملها. أنا أي حتة في بلدي بحبها، أنا بحب تراب بلدي وبحب برة علشان أوري لهم إن أنا جاية من هنا، فأنا يعني مش بقول كلام يعني، بس الناس عارفة قد إيه أنا بحب بلدي يعني.